احنا لسه مكملين في المسألة بتاعت الاكزاكت. احنا وقفنا بس اللي كنا بنشرحها، ماشي نعيدها تاني من الاول. show the differential equation is exact and solve it. طب اتفقنا ان احنا فكرة الاكزاكت احنا بتعتمد كده على فكرة مختلفة شوية عن الهوموجينيوس وعن السبريشن اوف فاريوس. تمام، قلنا في مسألة زي عندنا كده اللي هو 2x expansion y dx plus 2y x plus x square expansion y dy equal 0. قلنا بنقسم المسألة بتاعتنا كده جزئين، أول حاجة بنعملها m و n عشان نبدأ نتشيك إنها إيه exact. طب نتشيك إنها exact إزاي؟ إن إحنا نبدأ نعمل differentiation أو partial differentiation طبعا، عشان عندنا إيه 2 variable اللي هو ال x وال y. تمام، فنبدأ نعمل الجزء اللي هو سميناه m نعمل له partial derivative أو نعمل له تفاضل بالنسبة لل y مش بالنسبة لل x زي ما مكتوب، ونعمل partial n على partial m partial n على partial x. أنا ليه قلت x؟ عشان هنا برضو قلنا إن احنا هنا dy نعمل تفاضل بالنسبة لل x عشان نتشيك إنها إيه exact. فأول مرة هنا partial m على partial y اللي هو الجزء اللي هو سميناه m هنعمل له تفاضل بالنسبة لل ال y. طب ما بنعمل، لو انتوا فاكرين ان احنا بنعمل partial derivative بالنسبة لل y 2x expansion y، يبقى اللي هيحصل ملناش دعوة خالص بال 2x، هنزلها زي ما هي. تمام، لو مضروبين ونعمل تفاضل بالنسبة لل expansion y. في الحالة ديت تفاضل ال expansion y ايه بينزل زي ما هو، في تفاضل ال بار y بقى ايه 1. في اي مشكلة؟ تمام. طب بالنسبة للجزء التاني اللي هو 2y plus x square expansion y dy، قلنا ان احنا مش هنعمل تفاضل بالنسبة لل y، هنعمل تفاضل بالنسبة لل x، فعشان كده قلنا partial n على partial x. نيجي نبص كده 2y، هل ال 2y فيها، هل هنا في x؟ مفيش، فبالتالي ان احنا خلاص عملنا سكيب بقت ايه 0 plus x square exponential y. هل في هنا x؟ اه مظبوط، تمام، في exponential y، يبقى احنا ننزل exponential y مالناش دعوة بيها خالص، وتفاضل x square في الحالة دي هتبقى ايه 2x. ومنها لو بصينا الناتجين طلعوا زي بعض، فعشان كده بنقول الايكويشن دي بتاعتنا ايه is exact. طب ايه الخطوه اللي جايه بقى عشان نبدا نحل؟ ما دام exact يبقى تبدا تعمل عمليه ايه ان انت تحلها. فنبدا نعمل عمليه انتجريشن للام وانتجريشن للان. هل بقى نعكس زي ما احنا عكسنا فوق نعمل الام بالنسبه للواي والان بالنسبه للاكس؟ لا خلاص، احنا بنعمل انتجريشن الام بتاعنا بالنسبه للدي اكس والان بالنسبه للدي واي زي ما هنشوفه دلوقتي. اهو انتجريشن الام زي ما فوق ما قلناش حاجة بالنسبة لل m ده بالنسبة لل dx، integration n بالنسبة لإيه لل dy. طيب integration ال m هنا في الحالة ديت إن احنا هنبدأ ناخد المسألة بتاعتنا اللي فوق، أنا مغيرتش حاجة اللي هي 2x exponential y dx. احنا بنعمل بالنسبة لل dx، فرحت مطلع ال exponential y بره خالص ملناش دعوة بيه خالص، وعملنا integration لل 2x. في الآخر هتساوي اللي هي إيه ال x زودنا على الباور واحد وقسمنا عليه، فبالتالي الاثنين هتروح مع الاثنين، بقى اكس سكوير مضروبه في اكسبوننشال واي اللي احنا ايه سيبناها بره ما ننساهاش. طب انتجريشن الان بالنسبه للدي واي، انتجريشن ان بالنسبه للدي واي، احنا خدنا مساله فوق برضو بقى 2 واي بلس اكس سكوير اكسبوننشال واي بالنسبه للدي واي، طبعا احنا بنعمل بالنسبه للواي فهتبقى 2 واي لما نزود على بار واحد بنقسم عليه اللي هو هتبقى اي واي سكوير مقسوم على اثنين، الاثنين هتروح مع الاثنين فبقت واي سكوير بس. وخد بالك بعد كده الاكس سكوير اكسبوننشال واي احنا ملناش دعوه بالاكس سكوير بننزلها، وبنعمل انتجريشن بتاعنا بالنسبه لاكسبنشن واي اللي هو بقى ايه هو هو. طب فين السي في الموضوع؟ هنا الموضوع مختلف شويه في الـ الاكزاكت. الاكزاكت السي في الاخر بتاخد مجموع القيمتين او مجموع الناتجين اللي طالعين لك اللي هو الاي الواي سكوير بلس اكس سكوير اكسبنشن واي زائد اكس سكوير اكسبنشن واي. طب في بعض المسائل ممكن اتنين يطلعوا زي بعض، فلو طلعوا زي بعض ما بتكررش بتبقى مرة واحدة بس. تمام، ده كده مسألة من ضمن المسائل الموجودة في الـ يعني في فكرة الإكزاكت. في مسألة تانية ممكن أشرحها بسرعة برضو نفس الفكرة برضو، هو check if the first differential equation is exact since solve it ال y squared dx plus 2xy dy equal 0. فقلنا هنا في الجزء ده هنسمي ده m وده n، فتبقى partial m على partial y، ال y squared هنا تفاضلها ب2 y، هنا 2 اكس واي فلو هنعملها بالنسبه للاكس فهتبقى برضو بنفاضل الاكس وننزل الواي، فبالتالي تفاضل الاكس هنا ب1 فهتبقى ايه 2 واي فهتبقى اكزاكت.
طبعا مش must be equal، ممكن بس يعني معظم، اقصد بيها ان احنا ممكن بعض المسائل عندنا او معظم المسائل تبقى ايه هتيجي exact. يعني نعمل بقى عملية ال integration partial m سوري عملية ال integration لل m ال y square بالنسبة لل dx. حد يقول لي ايه ده، هو انا بعمل integration y square اصلا وبالنسبة لل dx مفيش اصلا y؟ لا، ما انا خد بالك هو اصلا كان في y، كأننا نركز جدا كأن هنا في 1 بالنسبة لل dx، فممكن نطلع y square بره ونعمل 1 بالنسبة لل dx، ف 1 بالنسبة لل dx هتبقى ax y square. ركز الحاجات دي دايما، ايه اخطاء كده بتتكرر على طول، بيفتكروا ان مفيش اكس فبنعمل زيرو، لا خد بالك طلع الواي سكوير بره فهتلاقي ان في 1 بالنسبه للدي اكس، فبقى ايه 1 بالنسبه للدي اكس هيبقى اكس واي سكوير، والان اللي هو 2 اكس واي دي واي، يبقى احنا مالناش دعوه بال 2 اكس. ونعمل بالنسبه للواي، بالنسبه للواي هتبقى ايه، هنزود على باور 1 ونقسم عليه، فهتبقى اللي هو 2 على 2 اكس واي سكوير، منها تبقى ايه اكس واي سكوير. منها في الاخر خالص نقدر نقول ان السي بتساوي ايه اكس واي سكوير. تمام، ايه السي بتساوي ايه اكس واي سكوير مرة واحدة، عشان كده ما كتبناش ايه مرة تاني. دي طبعا شابتر 2 كله شرحنا الثلاث طرق، شرحنا كل حاجة خلاص، عندنا قلنا الـ separation of variables، وعندنا ال homogeneous، وعندنا ال exact. كده تشابتر 2 كله اتغطى يعني بكل افكاره، في مسائل كتير ممكن نحلها طبعا قدام، اترككم موجودة عندكم في الكتاب في الماتيريال بتاعتنا، نقدر ننزل مسائل تاني كمان، ممكن نقدر ننزل مسائل كمان تاني في assignments طبعا عندكم، هنشوف بقى يعني هتسلم ازاي، هنبلغكم برضو بالقصة ديت. بس اهم حاجة بس الناس تذاكر تحل تتمرن كتير، نحاول نجمع اسئلتكم كلها اللي فيها مشاكل وننزلها لكم ايه في فيديو تاني ان شاء الله، ده بخصوص شابتر 2. تمام، وربنا يوفقكم يا رب جميعا كده، وايه وتحلوا كده وتقدروا ايه، مفيش حاجه تقف قدامكم يعني.